السلام عليكم، يونس العسري، عضو المكتب المحلي للحزب التجمع الوطني الأحرار ورئيس اللجنة المنظمة لهذا الدوري الرمضاني. زعما صراحة هذا الدوري غادي يعطي واحد الإشعاع للمقاطعات السايس بصفة خاصة. الشيء الإيجابي اللي لاحظناه في الدوري كانت مقابلة بين عملاقين ديال مقاطعة سايس، وهما شباب عويد الحجاج مع عيد الجبلي. صراحة مقابلة دازت في جو رياضي، جو أخوي، انتهت بفوز عين الجبلي على شباب عويد الحجاج. ومن هذا المنبر كنشكر المنسق الإقليمي على المجهودات ديالو الجبارة في إنجاح هذا الدوري، وشكر الخاص للمكتب المحلي كذلك. كنشكرهم من هذا المنبر. حيم هذا الدوري الرمضاني كيعرف مشاركة 16 فريقا من المقاطعة السايس، وهم فريق شباب عويد الحجاج، فريق مجد عين الجبلي، فريق منتدى سايس، فريق صبطي، فريق شباب عويد الحجاج، فريق أمل الرياض، فريق جمعية بسمة، فريق النادي الإدريسي، فريق النادي القدس مع فريق المشعل الإدريسي، فريق النادي البورصي، فريق أجاكس إدريسي، فريق النجوم الهندية، فريق جمعية الرياض الخير، فريق أساطير عويد الحجاج، فريق النادي بن عبد الله. هاد الدوري كيعرف المشاركات كما كنقولوا على 16 الفريق. كنشكر الاخوان ديال اللجنه كاملين، منهم السي رئيس اللجنه السي يونس العسري. المقابله كما شفتوا كانت شيقه ممتعه، وكان حضور الجماهير، كان حضور السيد الرئيس الرادي السلاوني والسي حفيظ اديب. كنشكروا هاد الاخوان كاملين، ورمضان كريم، كل عام وانتم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عبد القادر حمديدو، مدرب ديال فريق مجد عين جبلي. وكنشكر هاد المسؤولين ديال الحزب الوطني الاحرار، وكنشكر هاد الناس اللي مسؤولين على هذا الدوري. وبالنسبه للمقابله، المقابله كانت شيقه، كانت مقابله محليه بين جوج ديال الفروق ديال عوينة الحجاج، شباب عوينة الحجاج ومجد عين جبلي. والنتيجه دازت بروح رياضيه، انتصرنا والحمد لله. وكنشكروا الاطر التقنيه كامله ديال الحزب الوطني للاحرار. السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد. الاسم ديالي ايوب حمديدو، لاعب فريق المجد عويد الحجاج. مقابله كما شفتوا دازت فروح رياضيه، وبين الفريقين اللي هما اي ولاد الحومه كما كنقولوا، دازت عرس رمضاني بروح رياضيه، ما كاين لا مشاكل حتى شي حاجه. وكنشكروا هاد الناس، وكنشكروا المنسق الاقليمي ديال حزب الاحرار على هاد المبادره الوطنيه اللي داروها الشباب باش يخرجوا من التجمع ديالهم في الحماس، وراكم عارفين، باش يطلعوا يلعبوا كره هنا وما يبقاوش جالسين في الزناقي. وكنشكرهم بزاف على هاد المبادره اللي كيديروا. هاد راه ماشي المره الاولى اللي كيديروا هاد الشيء، هذا راه مرات عديده، ومازال ان شاء الله غادي يديروا حفلات وغيديروا مقابلات تكون في المستوى اللي كتشرف المدينه وكتشرف المنطقه عويد الحجاج خاصه. محسن بوقديد، عضو المكتب المحلي ديال حزب التجمع الوطني الاحرار، وعضو في اللجنه الرياضيه للمنظمه الدوري. كنشكر بالضوء ديالي الاخ الرئيس يونس العسري على هذه المبادره. كنشكر الاخوان اللي في اللجنه المنظمه اللي كيسهروا وكيبذلوا واحد المجهود كبير من اجل اقامه هذه التظاهرات. والحمد لله كما شفتوا الشباب كان عايش واحد العرس رياضي رمضاني في المستوى، وكانت واحد المقابله جيده، وحضور الجمهور كان جيد، والحمد لله كان كل شيء مزيان. كنشكر الاخوان اللي سهروا على هذا النشاط، اللي من ضمنهم الرئيس الاخ يونس العسري، والاخوان الاخرين اللي كيشتغلوا معنا في نفس اللجنه الرياضيه. وكنشكروا المكتب الفرع المحلي ديال حزب التجمع الوطني الاحرار، وكنتمنى للاخوان الكاملين رمضان كريم وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.